nitrogen washout method. هاي الطريقة اللي رح نحكي عنها هلا أو التجربة اللي نحكي عنها إلها فائدتين. تحسب لي أول شيء the volume of anatomical dead space، وثاني فائدة إلها بتحسب لي إشي اسمه the closing volume اللي هو لسه إحنا نعرف شو. خلينا نشوف شو المبدأ من هاي التجربة. لما نعمل هاي التجربة شو بنسوي؟ بنجيب الشخص وبنخليه ياخذ ماكسيموم انسبيريشن، اوكي؟ ماكسيموم انسبيريشن. هل شوف شو الوضع قبل ما ياخذ الانسبيريشن؟ قبل ما ياخذ الانسبيريشن هذا الشخص عنده جوا اللونج تبعته الاف ار سي، صح؟ شو مكونات الهواء اللي موجود في اللونج هون هلا؟ او2 وتكون 100 قيمته، صح؟ CO2 بتكون 40 قيمته، سواء هون او هون، لانه at the end of expiration الهواء اللي بالديد سبيس هو عباره عن البيولوجي، صحيح؟ طيب هذا قيمته 100 وهذا قيمته 40، وفي بخار ماء H2O قيمته 47، اللي بضل كله ايش هو؟ باقي ال 760 مليمتر مركوري نايتروجين. فهاي اللنج حاليا الغاز اللي موجود فيها في كل مكان هو عبارة عن أكسجين، كربون دايوكسيد، ووتر اند نيتروجين. شو بنعمل؟ بنخليه ياخذ نفس عبين ما يوصل للتوتال لونج كاباسيتي تبعته، بس مش نفس من هواء عادي، بنخليه ياخذ نفس 100% أكسجين، اوكي؟ وشوفوا شو بدنا نعمل في هذا. لما هو اخذ هواء 100% O2 أخذ، بغض النظر قديش المقدار اللي أخده، هذا 100% O2 بده يفوت على اللنج، كلياته رح يفوت على الريسبيراتوري زون؟ لا، شوفوا جزء منه هاي الهواء ال 100% O2 جزء منه رح يفوت على الريسبيراتوري زون، وجزء منه رح يعبي ايش؟ الاناتوميكال ديد سبيس. فهلا بعد ما الشخص أخذ الهواء، لو سألتك الاناتوميكال ديد سبيس ايش الهواء اللي فيه؟ اكسجين بس، عبارة عن O2، ممكن يكون فيه شوية بخار ماء بس مش اكتر، ما فيه نيتروجين ولا فيه كربون دايوكسيد، بينما الهواء اللي جوا هون فيه O2، فيه CO2، فيه H2O وفيه نيتروجين. اللي بيهمني انا انه ايش فيه؟ نيتروجين. طيب هاي الانبوب اللي فيه 100% O2 بحكي له اعمل اعمل هيك، هلا بده ينفخ هون، بده ينفخ في جهاز، هذا الجهاز بيقدر يحسب تركيز النيتروجين، تمام؟ اول ما يبدا يطلع الهواء من وين راح يكون جاي؟ من الديد سبيس، الهواء اللي كان فيه at the end of inspiration اللي هو عباره عن بيور O2 ما فيه نيتروجين. فالجهاز هذا اللي عم بيقيس لي تركيز النيتروجين شو راح يكون عم يعطيني تركيز؟ صفر صفر، تمام؟ طبعا بس عشان نحدد الاكسس تبعنا، لو اعتبرت انه هون الفوليوم زيرو وهون الفوليوم اللي بدينا منه توتال لونج كاباسيتي، بلش يطلع هواء يطلع هواء، الهواء اوليتها كان عم بيجي من الاناتوميكال ديد سبيس، بما انه احنا تنفسنا بيور او 2 معناته ما فيه نيتروجين. لما يبدا الهواء يجي من الريسبيراتوري زون شو بنصير؟ بصير فيه نيتروجين، تمام؟ فبعد فتره معينه لما يخلص الهواء اللي جاي من الاناتوميكال ديد سبيس ويبدا الهواء يجي من جوا راح نشوف نيتروجين. فبنيجي بنلاقي انه تركيز النيتروجين زاد وصرنا نشوف نيتروجين. لوجيك؟ معناته لو انا اجيت حسبت هذا الفوليوم كان عند التوتال لونج كاباسيتي، بلش يطلع 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 عند هاي النقطه، قلت لك انا انه كان صار مطلع المريض 150 ام ال، معناته كم حجم الاناتوميكال ديد سبيس؟ 150 ام ال. طب هو يا دكتور الخط هذا ما بيطلع مره واحده، الخط عم بيطلع تدريجيا، قال بقول لك اه لانه هاي غازات راح تختلط شوي صغيره في بعضها، ففي منطقه هون بنسميها ذا ترانزيشنال زون، اللي هي المنطقه اللي اختلطوا فيها الغازات. طب هي ديد سبيس ولا ريسبيراتوري زون؟ وي كانت تيل. ففعليا اذا بدنا نحسب بالضبط الديد سبيس بدنا ناخذ نسبة هاي المنطقة، هاي المساحة،
من المساحة الكلية ونضربها بمقدار الحجم الكلي بنعرف كم الديد سبيس. Very unlikely, extremely unlikely انك تطبق هذا الحكي. بس عرف لي انه انا اللي استفدته من النيتروجين ووش اوت ميثود انه اول اشي to measure volume of anatomical dead space. كيف؟ ما كنا نشوف نيتروجين، صرنا نشوف نيتروجين، معناته الاكسجين بلش، معناته الهواء بلش يجي من الريسبيراتوري زون وبطل من الاناتوميكال ديد سبيس. بكون حسبت انا كم مقدار الهواء اللي ما كان فيه نيتروجين، هذا هو حجم الديد سبيس. واضح؟ سهل؟ هذا عنده سؤال عنه؟ اوكي. طيب. هلا اطلعوا معي. لما احنا نيجي نبدا نعمل اكسبيريشن، كل ما عم نعمل اكسبيريشن الالفيولاي تبعونا والايرويز تبعونا شو عم بيصير فيهم؟ عم بيصغروا بيصغروا، كل ما تصغر اللنج اكثر الالفيولاي والايرويز عم بيصغروا. طيب بلحظه معينه ممكن بعض الايرويز انها توصل لمرحله انها تسكر، مش بس صغرت سكرت. اوكي اللحظه اللي بيبدوا الايرويز يسكروا فيها بحكي بطلع انا على اللنج بحكي ستوب. الحجم اللي موجود جوا اللنجز هلا بنسميه closing capacity. اوكي يعني مثلا مريض عمل بعدين بلش يعمل، انا عندي بعيوني في قدره اني اشوف الايرويز تبعهم. اوكي وعيوني برضه بيقدروا يحكوا لي كم الفوليوم اللي جوا اللنج. فهو عمل هاي في 6 لتر 7 لتر 8 لتر في اللنجز تبعهم مش مهم، بلش ينفخ وانا بطلع توب سكر اول ايروي سكروا بلشوا الايرويز يسكروا احكي له ستوب بطلع والله ضايل في اللنج لتر ونص. هاي اللتر ونص اللي ضايلين في اللنج شو بنسميهم؟ كلوزينج كاباسيتي. ولكن للاسف ما في حدا عيونه بيقدروا يشوفوا الايرويز وهي بتسكر، فكيف بدنا نعرف الكلوزينج كاباسيتي؟ بدنا نرجع لإشي تعلمناه انه اللنج الزونز المختلفه فيها ديفرنت بريشرز. اوكي فلو اجيت طلعت على اللنج قبل ما ياخذ نفس المريض كان في نيتروجين هون وفي نيتروجين هون وفي نيتروجين هون تمام. هلا هو لما عمل شو تنفس؟ بيور او 2. فالبيور او 2 شو بده يعمل في تركيز النيتروجين في هاي المناطق؟ بده يخففه، بده يقلله. ولكن سؤالي لكم، وين راح يروح كمية اكسجين اكثر من اللي تنفسه؟ بالنص ولا تحت ولا فوق؟ تحت. هون راح يجي مور بيور او 2، هون راح يجي لس بيور او 2. بالتالي تركيز الاكسجين في المناطق العلويه شو راح يكون؟ اقل. سوري اعلى. تركيز النيتروجين بالمناطق العلويه راح يكون اعلى من تركيزه بالمناطق السفليه. اوكي طيب نسأل حالنا على السؤال اللي بعده، وين النيجاتيف بريشر مور نيجاتيف؟ فوق ولا بالنص ولا تحت؟ فوق. وين الالفيولاي والايرويز اكبر؟ فوق ولا بالنص ولا تحت؟ معناته لما انا اقول لك لما يبدا اول ايرويز يسكر تتوقعه يكون تحت ولا بالنص ولا فوق؟ تحت. الايرويز اللي بالبيس اوف ذا لانج they will close sooner than the airways in the apex of the lung. They will start closing أول إشي لأنه less negative pressure حواليهم، لأنهم they are already smaller than the upper part of them. فمعناته يا جماعة لما أنا شو بدي؟ بدي اللحظة اللي بلشت تسكر فيها الأيرويز اللي تحت راح يصير نسبة الهواء اللي جاي من فوق مقارنة من اللي تحت بالإكسبيريشن إيش؟ نسبته أكبر لأنه عم بتسكر الأيرويز اللي تحت، فراح يصير بالإكسبيريشن هذا عم بيجي هواء أكثر من فوق. فراح نلاحظ إنه تركيز النيتروجين اللي عم نقيسه إيش راح يصير فيه؟ زيد. راح يبدأ يزيد. فباللحظة اللي كان تركيز النيتروجين ثابت وبدأ يزيد
ما دام بدا يزيد معناته النيتروجين هذا معناته الهواء اللي عم بيطلع جاي من وين؟ من فوق. ليش؟ لانه اللي تحت سكروا الايرويز اللي فيه. فبتيجي عند هاي النقطه اوكي. وهاي النقطه المسافه هاي بنسميها كلوزنج كاباسيتي. عند اللحظة اللي بيبدأ يزيد النيتروجين فيها شو معناتها؟ معناتها الايرويز اللي تحت بلشوا يسكروا. بسأل حالي كم الفوليوم اللي لسه موجود في اللنج؟ بسميه كلوزنج كاباسيتي. اوكي؟ هلا انا وياكم اللي موجودين بالغرفة هاي بنقدر بنقدر نوصل للمرحلة اللي يسكروا الايرويز فيها؟ بالعادة لا. بالعادة هاي النقطة بتكون لأنها عند الريزيدوال فوليوم او حتى اقل منه احيانا. فلو قد ما انت عملت اكسبيريشن ما راح توصل لها. بس في بعض الديزيزز لا بتصير كبيره. فخلينا نفترض انه مثلا هي الريزيدوال فوليوم. يعني المريض هون وصل عند الريزيدوال فوليوم، بيقدر يكمل ينفخ اكثر؟ لا. هلا الفرق ما بين النقطه اللي بيبدوا يسكروا الايرويز فيهم وما بين الريزيدوال فوليوم، هاي بنسميها كلوزنج فوليوم. واضحه؟ هلا الكلوزنج فوليوم عند الناس الطبيعيين قيمته صفر، الكلوزنج كاباسيتي عند الناس الطبيعيين قيمته مساويه لقيمه الريزيدوال فوليوم. ولكن عند بعض الناس، مثلا الناس اللي عندهم سيفير سي او بي دي، احيانا الكلوزنج كاباسيتي بتصير مساويه للفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. يعني تخيل اذا هو عمل اكسبيريشن زياده شوي عن الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، الايرويز تبعونه شو بصير فيهم؟ بسكروا. هلا هذا الشيء استخداماته بالكلينيكال ميديسن بهم اكثر شيء اطباء التخدير. واحد طبيب تخدير بده يخدر مريض وبده يحطه على فنتليتر وبده يعرف شو البريشرز اللي يستخدمها، شو الفوليومز اللي يستخدمها الى اخره. بس بالنورمال بيبل ما عمرنا بنستخدمه الكلوزنج فوليوم. اوكي؟ واضح مبدا الكلوزنج فوليوم والكلوزنج كاباسيتي؟ طيب سؤال، انا عملت اكسبيريشن وصلت للريزيدوال فوليوم، وصلت لعندي الكلوزنج فوليوم إيه؟ تمام؟ بعدين بلشت اعمل اوكي، يعني عملت وصلت للار في، بعدين عملت اول جزء من الهواء اللي بنسحبه وين بتتوقعوا يروح؟ على المناطق اللي مسكره ولا على الابر بارت اوف ذا لوب؟ ابر بارت. فمعناته اذا انت بتوصل للكلوزنج فوليوم، اول جزء من النفس اللي راح تسحبه بعديها راح يروح وين؟ على الايبكس اوف ذا لوب. مع اني لو سالتك لما يكمل نفس هذا المريض توتال كميه الهواء وين مور راح يروح؟ اكيد تحت، دائما الفنتيليشن اعلى تحت. بس اول جزء راح يطلع، راح يفوت على اللنج، راح يفوت وين؟ على الايبكس. طيب لو سالتك السؤال بطريقه ثانيه، شخص الكلوزنج كاباسيتي تبعته اعلى من الريزيدوال فوليوم، اوكي؟ اعلى من الريزيدوال فوليوم، عمل اكسبيريشن 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 اكسبيريشن، اخر جزء من الاكسبيراتوري هواء، اكسبيراتوري اير، من وين اجى؟ من الايبكس ولا من البيس؟ اخر جزء اجى من الايبكس. فمعناته الايبكس اوف ذا لانج يا جماعه هي اخر جزء بفضي واول جزء بتعبى. اوكي؟ اتس ذا لاست بارت تو امتي الهواء اللي موجود فيها، اند اتس ذا فيرست بارت تو ريسيف اير. مع انه توتال الاماونت اوف فنتيليشن لللور بارت راح يكون اعلى من الابر بارت. واضحه؟ حدا عنده سؤال عنها؟ تفضل. طيب